ما هي البرجوازية؟ تعرف الطبقة البرجوازية بأنها الطبقة الاجتماعية الواقعة بين طبقة العاملين، طبقة البروليتاريا وطبقة الأغنياء، وهي الطبقة الأرستقراطية، حيث تعتبر البرجوازية الطبقة الوسطى من بين الطبقات الاجتماعية الأخرى مع المحافظة على مواقفها التقليدية وقيمها المادية. يعود أصل تسمية هذه الطبقة بالبرجوازية إلى الكلمة اللاتينية إرجنسيس، وذلك سنة 1007 ميلادي، حيث تم تسجيلها في سنة 1100 ميلادي باللغة الفرنسية باسم بورجيس، إذ أطلق بالأصل على سكان المدينة دي بورج، وهم السكان الذين يقطنون المناطق الحضرية من غير العبيد أو الفلاحين، إلا أنهم من غير النبلاء أيضا، كما أنهم يصنفون على أنهم فئة غير ملزمة بأي من الالتزامات التي فرضت على العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية للنظام الإقطاعي. بدأت البرجوازية بالظهور كظاهرة تاريخية منذ بدايات القرن الحادي عشر، حيث رافق ذلك تطور مدن العصور الوسطى من خلال ظهور التجارة في وسط وغرب أوروبا، فبدأ الحرفيون والتجار بتنظيم أنفسهم كجماعات لدعم نظام الحكم، نتيجة لنشوب الصراعات المستمرة مع أصحاب الأرض ومالكيها. كما قرروا الوقوف معه ضد الاضطرابات الإقطاعية للسلطات المتنافسة محليا، إذ يرى ذلك جليا في نهاية العصور الوسطى، لا سيما في ظل النظام الملكي الأول الحاكم في أوروبا الغربية، وهو الأمر الذي أظهر قوة الطبقة البرجوازية في إسقاط النظام الإقطاعي في هولندا وإنجلترا مع حلول أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر. ظهر موقف الطبقة البرجوازية في القرنين السابع عشر والثامن عشر في دعم مبادئ الدستور ضد الامتيازات التي يتمتع بها الأساقفة والنبلاء، وضد الادعاءات الدينية الحقوقية، مما شكل دافعا جزئيا في قيام الثورات الأمريكية والإنجليزية والفرنسية التي تبعت رغبة البرجوازية في التخلص من التجاوزات الملكية على الحرية الشخصية والالتزامات الإقطاعية المفروضة وحقوق الملكية والتجارة، حيث استطاعت الطبقة البرجوازية حينها انتزاع الحريات المدنية والدينية والحقوق السياسية بانتصارها جنبا إلى جنب مع الليبرالية المؤيدة لها، وهو ما جعل المجتمع الغربي الحديث مدين بالكثير للفلسفة والأنشطة البرجوازية في شتى جوانبه الثقافية والسياسية. توسعت الطبقة البرجوازية بشكل كبير بعد حدوث الثورة الصناعية، مما جعل الخلافات واضحة داخل تلك الطبقة، لا سيما بين البرجوازيين الصغار كالعمال والتجار والبرجوازيين الكبار كالمصرفيين والصناعيين، إذ لجأ البرجوازيون الأصليون الرأسماليون إلى الارتباط بطبقة علوية موسعة مع حلول نهاية القرن التاسع عشر، في حين أدى ظهور المهن التقنية والتكنولوجية إلى توجيه البرجوازية للارتباط مع الطبقات الدنيا من المجتمع، مما يفيد بأن الطبقة البرجوازية تطورت تاريخيا مرورا بمرحلتين، فقد ظهرت في المرحلة الأولى كطبقة داخل النظام الإقطاعي القائم على أساس رأس المال والتداولات المالية، أما في المرحلة الثانية فظهرت بعد إسقاط النظام الإقطاعي كداعم لإقامة العلاقات الملكية للرأسمالية وتدعيمها، مما ساعد على التوسع كعاصمة صناعية لصالح صناديق الاستثمار الأجنبية. يرى الفيلسوف كارل ماركس أن البرجوازية طبقة قمعية تتحكم في وسائل إنتاج الموارد الطبيعية والمصانع والمطاحن، فيما تطبق قبضتها على الثروة، حيث تعتبرها البرجوازية من أهم الجوانب إن لم يكن أكثرها أهمية، الأمر الذي دفعها لاستغلالها في تشغيل البروليتارين في وظائف ذات أجور قليلة، مما يعني استخدام أدوات الرأسمالية المسؤولة عن نقل السلطة والثروة نحو الأعلى بدلا من وضعها في يد الجماهير، مما يعني أن لب عداء ماركس للبرجوازية يكمن في جانبين، أحدهما عملي يتمثل في التقسيم الطبقي الناشئ عن احتكار وسائل الإنتاج وما يؤديه من تحكم في الطبقة التي تنتج هذه البضائع، والآخر أخلاقي يكمن في رؤى البرجوازية ومبادئها، وهو ما دفعه لرؤية البرجوازية كطبقة قمعية تسعى لتدمير الثورة العمالية. لقد ارتقى النظام الرأسمالي ليزيد من إنتاج السلع على نطاق كبير من أجل زيادة الربح، لا سيما بعد حدوث تطورات صناعية في غرب أوروبا في أوائل القرن السادس عشر، إذ ارتفع الإنتاج الرأسمالي إلى التصنيع من بعد كونه تعاونا بسيطا، وتطور من كونه محصورا في الآلات الأساسية ليتعداه إلى الآلات المعقدة،
حيث ازدهر هذا النوع من الإنتاج بوصول تداول السلع والإنتاج إلى مرحلة أدت إلى حدوث تفكك المجتمع الإقطاعي والانفصال القوي للقوى العاملة عن عملية الإنتاج وانخفاض الإنتاج إلى مستويات صغيرة، وترتكز نسبة عالية من الإنتاج الاجتماعي ووسائل الإنتاج كرأس مال في أيدي قطاع أصغر من المجتمع كأصحاب الأراضي وأصحاب رؤوس الأموال، وقد ظهرت الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج من قبل كبار ملاك الأراضي والرأسماليين لتصبح القوى العاملة مجرد سلعة، ويصبح العمال عبيدا يتقاضون الأجر. أدى ظهور الثورة الصناعية إلى استبدال الطبقة الصناعية المتوسطة بالبرجوازية الحديثة التي تتمتع بالسيطرة والنفوذ، وبذلك قسم المجتمع بشكل تلقائي إلى فئة الطبقة العاملة وفئة البرجوازيين، حيث حل هذا التقسيم محل كافة الانقسامات السابقة، وانتشرت البرجوازية في كافة أنحاء العالم من خلال تداول السلع للوصول إلى مواد خام وأسواق جديدة. بالمقابل دفعت البرجوازية كافة الدول إلى التواصل مع دائرة التنمية والاستغلال الرأسمالي بهدف خلق السوق العالمي الرأسمالي. تصنف البرجوازية تبعا لوسائل الإنتاج ونوع رأس المال إلى عدة أنواع، وهي البرجوازية الصناعية، البرجوازية التجارية، البرجوازية الزراعية، والبرجوازية المصرفية. ويمكن تقسيم البرجوازية تبعا لحجم رأس المال المملوك وفقا للبرجوازية الوسطى والكبرى، البرجوازية الصغرى. تعرف البرجوازية الوطنية بأنها البرجوازية الأصلية التي تقوم بمصالحها وأنشطتها بطريقة مختلفة عن أنشطة الاستعمار، حيث ينظر إليها كبرجوازية صناعية لا تجارية، فهي تعتني بالاقتصاد الوطني وتطويره بما يخدم مصلحة الأسواق الوطنية ويحميها من سيطرة الاستعمار والقيود الإقطاعية الداخلية، مما يصورها كحليف للفلاحين والعاملين ضد الاستعمار. لقد ظهرت علاقة النازية أو الفاشية مع الطبقة البرجوازية، إذ أظهرت الطبقة البرجوازية تسامحها تجاه بعض التغييرات التي حدثت في ألمانيا والتي تستدعي حماية مصالحها والحفاظ على حكمها. إذ أقر عالم السياسة رالف ميليباد بأن الأعمال التجارية كانت تخضع لتدخل وسيطرة كبيرة من قبل النازية مقارنة مع تدخل الدولة وسيطرتها، على الرغم من عدم قبول سياسة الدولة الاجتماعية والاقتصادية الموجودة، ومع هذا فإن النازية كانت مهتمة بتحقيق مصالح البرجوازية، حيث كان للبرجوازية أثر كبير في نجاح النازية، حيث أشار المؤرخ والمؤلف توماس تشايلدرز إلى وجود اتفاق جماعي حول عضوية الحزب النازي والتركيب الاجتماعي له، إذ تتركز جهود الحزب حول الطبقة الوسطى الأدنى من أصحاب المتاجر والحرفيين المستقلين والمسؤولين القاصرين والفلاحين، حيث شعروا بمدى محاصرتهم من قبل العمالة المنظمة والشركات الكبيرة، فلجأوا إلى النازية خوفا من عواقب ذلك واستياء من حالتهم. كما يشار إلى دور للنازيين في إعادة الطبقة البرجوازية بالمقابل إلى النظام والقانون من خلال إخراجهم من الأزمات السياسية والاقتصادية التي وقعوا فيها، وفي التخلي عن مناهضة الرأسمالية في خطاباتهم. أما النازيون فقد قدموا للطبقة الرأسمالية المنكوبة قاعدة جماهيرية كبيرة من البرجوازية الصغيرة المنظمة سياسيا، والتي كانت تسعى إلى تفكيك منظمات البروليتارية الاشتراكية الناشئة، مما يشير إلى نشوء الحركة الفاشية النازية كممارسة عملية للبرجوازية الإمبريالية المهددة من قبل الثورة البروليتارية، حيث يمكن اعتبارها أداة لها غايتها سحق الثورة وتعزيز سلطة رأس المال.